بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم بعد، أعزائي طلب البكالوريا، مرحبا بكم مجددا في درس من دروس مادة الفلسفة. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن درس يعد من أهم دروس لمادة الفلسفة لجميع الشعب، يعني جميع الشعب نحتاجكم اليوم هنا. لماذا؟ عدنا درس خاص بكم جميعا. هذا الدرس هو درس منهجي، هو درس منهجي، ولا يستطيع الطالب أن يدرس طرق المقالات أو يطبق الدروس بدون أن يتمكن من هذه الطريقة. أول طريقة، واللي هي الطريقة الأم، واللي هي الطريقة الجدلية، نسمع بالطريقة الجدلية. ما هي الطريقة الجدلية؟ ما هي منهجية الطريقة الجدلية؟ كيف نتمكن من كتابة الطريقة المنهجية الطريقة الجدلية؟ ما هي مراحل منهجية الطريقة الجدلية؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في حصة اليوم بأمر الله عز وجل بشيء من التفصيل والبيان. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما ينبغي علينا أن نعرفه جميعا أن الطريقة الجدلية من الطرق التي في غالب الأحيان كل سنة تطيح، في غالب الأحيان خاصة أداب، شعبة أدب والفلسفة. الطريقة الجدلية، أول أمر يجب أن ننطلق منه وهو أن الطريقة الجدلية، بما أنها سميت بالطريقة الجدلية فاعلم أن هناك موقفين متجادلين حول موضوع معين. يعني إذا شفت تلميذ يقرأ الطريقة الجدلية، ولا أنت كتلميذة تقرأ في الطريقة الجدلية، أعرف لي راه عندك موقفين مختلفين حول جزئية معينة. مثال: المفاهيم الرياضية اختلف فيها ما بين العقل والتجربة. إذن هناك جدال ما بين العقل والتجربة حول المفاهيم الرياضية. بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة، الشعور ولا شعور مختلفين حول الحياة النفسية، أساس الحياة النفسية. إذن لننطلق مباشرة في المنهجية. أول أمر حيقولنا إحنا في الحصة الماضية نتاع مفاتيح الفلسفة، وش قلنا؟ أنه مقالة تتكون من مقدمة، عرض، خاتمة. جميل. طريقة الجدل، ماذا تتكون مقدمة الطريقة الجدلية؟ إذن أول أمر اللي هو المقدمة أو طرح المشكلة. أستاذ، نعم، ما هي المنهجية التي نعتمد عليها في كتابة مقدمة الطريقة الجدلية؟ اعلم واعلم يا طالب بكالوريا ويا طالبة بكالوريا أنه ما يكونش هناك تنقيد في مقدمة الطريقة الجدلية إلا إذا مررت على ثلاث مراحل، واحد، اثنان، ثلاثة. يجب أن تمر على ثلاث مراحل هذه. إذا نسيت مرحلة من المراحل راح تنقص العلامة. أول أمر اللي هو التمهيد. هاي وراها. ثاني أمر اللي هو العناد الفكري أو العناد الفلسفي. آخر أمر اللي هو طرح السؤال أو طرح المشكلة. ولا تنسوا علامة الاستفهام. جميل. إذن عندنا تمهيد فعناد فسؤال. أستاذ، نعم، هذونا كامل، هذو ثلاثة كامل راهم في المقدمة. أنعميه، رانا في المقدمة حتى الساعة. العارض والخاتمة ما حكيناش عليهم، رانا في المقدمة، رانا ندورو في المقدمة. أول أمر في المقدمة تمهيد، ثاني أمر في المقدمة العناد الفلسفي، ثالث أمر اللي هو السؤال. أولا التمهيد. أستاذ، ماذا نقصد بالتمهيد؟ يا جماعة، ليس من المعقول أنك تدخل في الموضوع مباشرة، لابد من تمهيد. إذن التمهيد هو تلميح للموضوع المراد التكلم عنه. ما هو التمهيد؟ هو تلميح للموضوع المراد التكلم عنه، ويجب أن يتوافق التمهيد مع الموضوع. معناته إذا طاحت لك مقالة ولا سؤال حول الأساس حياة النفسية في شعور ولا شعور، هذا ما يخليكش أنك تمهد الأمر آخر وتتكلم شعور ولا شعور. معناته التمهيد هذا يجب أن يتوافق مع الموضوع. عندك مقالة على الشعور ولا شعور بالحياة النفسية، يجب أن يكون التمهيد تاعك تذكر فيه الشعور ولا شعور الحياة النفسية، يجب أن يتأقلم معه، يتوافق معه. تفهمين هنا يا جماعة؟ جميل. لازم تبين لي من التمهيد تاعك، تبين لي الموضوع اللي راك تحكي عليه بلغة أبسط.
جميل أستاذ، التمهيد هذا قلت لنا تلميح للموضوع مراد التكلم عنه، رانا متفاهمين لحد الساعة. هل هناك طرق لكتابة التمهيد؟ هل هناك آلية لكتابة التمهيد؟ نعم موجودة، هناك طريقتين. إذا رانا في التمهيد يا جماعة، عناد فلسفي وسؤال مازال ما حكيناش عليه، رانا في التمهيد. إذا هناك طريقتين، والكثير من الطلبة يعتمدون على ما يعرف بالتعريف. التعريف يقول لك عرف، يقول لي يا أستاذ أنا يا في التمهيد أنا نبدأ نعرف. إيه طريقة صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة بشرط. جماعة اللي يقولوا لي شيخ احنا نعرفوا راكم صحاح، لكن احذروا. علاش تحذروا؟ التعريف هنا يجب أن تكون فيه دقة. مثال، أنا يا عطاولي سؤال على الحياة النفسية ما بين الشعور ولا شعور. أنت يا ماكش راح تعرف الشعور ولا لا شعور، رايح تعرف الجزئية المختلف فيها الحياة النفسية. تفهمين هنا يا جماعة؟ إذا أردت أن تعتمد على التعريف فهنا يجب عليك أن تعرف الجزئية، الجزئية المختلف فيها، هذه هي اللي تعرفها. تفهمين هنا؟ إذن هذا بالنسبة للتعريف، هذه من ناحية. من ناحية أخرى التعريف يا جماعة، التعريف يعتمد بدرجة كبيرة على الحفظ. معناتها تقول لي يا أستاذ أنا في التمهيد راح نعتمد على التعريف، هنا يا آلي أنك راح تحفظ، راك رايح تحفظ. إذن هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية واللي هي الإحاطة بالموضوع، الإحاطة بالموضوع. جميل، الإحاطة بالموضوع يا جماعة تعتمد بدرجة كبيرة على الرصيد اللغوي تاعك. معناتها وكأنني قلت لك أعطيني تعبير كتابي حول الموضوع المراد حله في الامتحان. مثال، أعطينا احنا مثال شعور لا شعور، والله مثال المفاهيم الرياضية، لهذول الموضوعين لأنه كامل الشعاب يعرفوهم. أعطيني تعبير عليها، تعبير عليها تعتمد على القدرة اللغوية نتاعك. أستاذ لكن الإحاطة بالموضوع نجد فيها نوع من الصعوبة مقارنة بالتعريف، لأن التعريف أحفظ، لكن الإحاطة بالموضوع صعيبة شوية. تعريف عفوا تعبير صعيبة شوية، لا ماهي صعيبة، سهلة، بل هي أسهل من التعريف، لا تحتاج إلى حفظ ولا تحتاج إلى جهد، تعتمد على الرصيد اللغوي تاعك. بشرط نعطيك آلية في الإحاطة بالموضوع واللي هي راح تعتمد فيها بدرجة على ثلاث أمور: إنسان وفلسفة ودرس. تحاول أنت في التمهيد نتاعك تركز على ثلاث أمور واللي هي إنسان فلسفة درس، إنسان فلسفة درس، إنسان فلسفة درس، إنسان فلسفة درس. هذه الأمور حاول تتكلم عليها. مثال، أنا يا عندي درس شعور ولا شعور، وعندي طاح لي عليه السؤال. مثال، أنا يا من هو الذي يتعامل مع شكون اللي عنده شعور ولا شعور حياة نفسية؟ الإنسان. الدرس شنو هو؟ شعور ولا شعور؟ هذه الأمور داخلة في الحيز تاع الفلسفة، هذه الأمور تربطها. مثال، الإنسان خلق في هذا الكون ولا بد له أن يتكيف معه ولا يكون ذات كيف ولا بمعرفة الأمور التي تحيط بيوم من هذه الأمور راح تذكر الدرس. هذه القضية التي تعد من القضايا الفلسفية الشائكة، كمثال له كمثال وليست للحفظ، ما عندهاش علاقة، وإنما أعطيتها لكم كمثال. المهم أنت في التمهيد تاعك الإحاطة بالموضوع حاول أنك تتكلم على ثلاث أمور هذه بالتفصيل. تفهمين هنا؟ جميل أستاذ، إحنا وقتاش نتمكنوا من ثلاث أمور هذه؟ راح يكون كاين فيديو كيفية كتابة التمهيد، كيف تحترف كتابة التمهيد من الألف للياء، انتظروه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. المهم الشاهد في الأمر كبداية لنحية في دراسة مادة الفلسفة، أنه في التمهيد تاع مادة الفلسفة هناك طريقتين، هناك طريقة التعريف وهناك طريقة الإحاطة بالموضوع. طريقة التعريف تعتمد على الحفظ، تعتمد على الحفظ، أما الإحاطة بالموضوع تعتمد على القدرة اللغوية تاعك، هذه من ناحية. من ناحية أخرى باش نسهل لك، حاول أنك تعتمد على ثلاث أمور: إنسان، فلسفة ودرس. تفهمين هنا يا جماعة؟ جميل. الآن كملنا التمهيد، الآن فقط كملنا التمهيد، مباشرة نمر للعناد الفلسفي. العناد الفلسفي، ماذا نقصد بالعناد الفلسفي؟ العناد الفلسفي وهو إبراز الرأيين، جينا من العناد، شعور ولا شعور
والحياة النفسية هناك عناد بيناتهم، شعور يقول تاعي ولا شعور يقول تاعي. إذن إبراز الرأيين، العناد الفلسفي بين لي بلي راه كاين رأيين، بين لي بلي كاين موقفين، بين لي بلي راه كاين متناقضين. إذن العناد الفلسفي، ما هو العناد الفلسفي؟ هو إبراز الرأيين المختلفين بطريقة تالية. ومن هنا كمثال، ومن هنا ظهر لدينا موقفان. الأول يقول والثاني يقول. إذن تيمثال تحكي لي على الحياة النفسية ما بين مبدأ الشعور ولا شعور. ومن هنا ظهر لدينا موقف، الأول يقول بأن الحياة النفسية شعورية، والثاني يقول بأن الحياة النفسية حياة لا شعورية. تفهمين هنا يا جماعة؟ إذن تلاحظون بأنه التمهيد هو تلميح الموضوع المرة تكلم عنه. وبعدين عدنا العناد الفلسفي وهو إبراز الرأيين المختلفين بطريقة تالية. ومن هنا ظهر لدينا موقف، أن الأول يقول كذا وكذا وكذا، والثاني يقول كذا وكذا وكذا. تفهمين هنا يا جماعة؟ جميل. وش بقانا في المقدمة ونكملها؟ بقانا السؤال، طرح الإشكال أو طرح المشكلة، بقانا التساؤل فقط، بقانا التساؤل فقط. يا جماعة ما كانش مقدمة ما فيهاش سؤال في المنهجية تاع الفلسفة، هذه يجب أن نعتمد عليها، هذه المعلوم من الفلسفة بالضرورة، المعلوم من الفلسفة بالضرورة في المقدمة أنه يجب أن يكون هناك سؤال، لازم، لأن العرض راح نتناول السؤال وفي الخاتمة نجاوب على هذا السؤال. تخيلوا أنت كتلميذ ما دير السؤال، خطأ كبير. فاهمين هنا؟ لأن السؤال هذا راه تبع أمر اللي هي الخاتمة، أنت ما تقدرش تدير خاتمة بدون سؤال في طريقة الجدلية. لو لأن وظيفة الخاتمة في طريقة الجدلية هي الإجابة عن سؤال. جميل. السؤال في مادة الفلسفة كيف يكون يا جماعة؟ في الطريقة الجدلية، في الطريقة الجدلية السؤال يكون على الأقل كما تعرفش ديره، إعادة صياغة سؤال امتحان، إعادة صياغة سؤال الامتحان. هذه وقتاش يا جماعة؟ وقتاش؟ هذه هي كي يكون تلميذ خلاص ما تلقاش واش يكتب، واش نقول له؟ عاود صيغ سؤال تاع الامتحان. صحيحة؟ نعم صحيح. أستاذ أنا حاب ندير صياغة أخرى تشبه صياغة سؤال الامتحان. نعم، لكن بشرط ما تعكسش المواقف، ما تعكسش المواقف وما تبدلش الموضوع. معناتها إذا كان الموضوع يتكلم لك على الشعور ولا شعور بحياة النفسية، لازم السؤال تاعك يكون متوافق مع هذا الأمر. علاه؟ لأنه هناك الخاتمة يشمع عرا فيها دقة، بعد نتكلم عليها في الخاتمة. تفهمين هنا؟ من الأحسن، من الأفضل أنك تعطي صياغتين للسؤال. تعطي الصياغة الأولى تكتب وبمعنى آخر، بمعنى آخر، وتعطي صياغة أخرى، ورايحين ندربوا عليها في التطبيق. مثال، ومن هنا نطرح تساؤل ونقول هل الحياة النفسية شعورية أم لا شعورية؟ وبمعنى آخر، هل الشعور هو المتحكم الأساسي في الحياة النفسية أم لا شعور؟ هذه كمثال، المهم تعطي صياغتين. تفهمين هنا؟ إذن المقدمة وش فيها؟ تمهيد وعناد وسؤال. التمهيد هو تلميح الموضوع المراد التكلم عنه، وفيه طريقتين، التعريف والإحاطة بالموضوع التي نعتمد فيها على الإنسان فلسفة درس. بعدين عندنا العناد الفلسفي وهو إبراز الرأيين المختلفين. ومن هنا ظهر لدينا موقفان، الأول يقول كذا وكذا وكذا، والثاني يقول كذا وكذا وكذا. أخيرا طرح السؤال واللي هو إعادة صياغة سؤال كبناء لهذا المقام. جميل، ايش راح نديروا الآن؟ كملنا المقدمة، ننتقل مباشرة لثاني أمر، ننتقل لثاني أمر في المقال، واللي هو أمر ضروري يا جماعة، واللي عليه حصة الأسد ده، عليه النقاط ياسر، وهو بسيط على كل حاجة. إذن بعد ما كملنا المقدمة ننطلق مباشرة في العرض، واللي هو محاولة حل المشكلة. العرض جماعة، العرض لو كنت تكونوا مركزتوا في الدرس الماضي تاع مفاتيح الفلسفة، أرجعوا ليها، أرجعوا ليها، لأنه بدون مفاتيح الفلسفة ممكن تلقوا صعوبة هنا في عرض تاع الطريقة الجدلية. في عرض الطريقة الجدلية يجب على كل طالب وطالبة أن يمر بثلاث مراحل، ثلاث مراحل. أول مرحلة واللي هي الموقف الأول، الموقف الأول. ثاني مرحلة واللي هي الموقف الثاني. ثالث مرحلة واللي هي الموقف الشخصي. لازم أي طريقة جدلية،
أي طريقة جدلية يجب أن تمر على ثلاثة مراحل: موقف أول، موقف ثاني، موقف شخصي، واللي يقولوا له التركيب. جميل، ركزوا معي يا جماعة. الموقف الأول والموقف الثاني يجمعهما اللي أعطاهم لك في السؤال تاع الامتحان. روح سؤال امتحان راك تلقى موقفين. مثال: هل الحياة النفسية شعورية أم لا شعورية؟ إذا الموقف الأول حياة نفسية شعورية، والموقف الثاني الحياة النفسية لا شعورية. سهلة، راه موجودة من فوق. ماكش راح تجيب تاي الموقفين، الموقف الأول والموقف الثاني، ماكش راح تجيبهم من راسك، راه موجودين في السؤال. تفهمين هنا يا جماعة؟ الموقف الأول والموقف الثاني كتجبدهم من السؤال، راح كاتبهم لك في السؤال. الموقف الأول والموقف الثاني كان واحد جزئية بسيطة. شنو هي أستاذة؟ نقدروا نعكسوا الموقف الأول نديرو هو الموقف الثاني، والموقف الثاني هو الموقف الأول؟ لا لا، التزم بالترتيب تاع السؤال. في السؤال بدأت بالشعور هو الأول، اكتب شعور هو الأول. في السؤال أعطاك لا شعور هو الثانية، اكتب لا شعور هو الثاني. لازم تلتزم بالسؤال يا جماعة، ما تعكسش، لأنه في بكالوريا 2019 ولا 2018 تعظيمة الحكم كاين اللي عكسوا، كاين اللي عكسوا وعطاو لهم علامة أقل من 10 بالرغم من المقالة تاعهم ممتازة. ولذلك حنايا يجب أن نتأكد، الموقف الأول اللي عطيه لك في السؤال ديرو هو الأول، الموقف النقيض ديرو هو الثاني. شعب العلمية مثال: أصل المفاهيم الرياضية هو العقل، هو الأول ديرو هو الأول. التجربة هي الثانية. إذا قال لك هل المفاهيم الرياضية تجريبية أم عقلية؟ بدأ بتجريبية، إذا التجريبية هي الموقف الأول، العقلية هي الموقف الثاني، وهلما جرى جميع المقالات. الآن جميع المقالات أقصد جميع الدروس في طريقة الجدلية، هذا ما أقصده. أستاذ نعم، أوكي، الموقف الأول والموقف الثاني عرفنا وش نديروا فيهم، كيف نكتبها؟ كيف نكتبها؟ إذا كنتم مركزين في درس مفاتيح الفلسفة، كاين واحد العنوان مش سميناه، سميناه عناصر الموقف الفلسفي. نكتبهما اعتمادا على عناصر الموقف الفلسفي. شنو هي عناصر الموقف الفلسفي اللي قريناها مرة اللي فاتت؟ شنو هي؟ شنو هي؟ المنطوق، الممثلين، الحجج والبراهين، والأمثلة والأقوال، والنقد. هذه عناصر الموقف الفلسفي، سهلة بسيطة. وش راح تكتب تايا؟ الموقف الأول راح تكتبه اعتماد على عناصر الموقف الفلسفي، على ذيك الفقرة اللي كتبناها تزها وتحطها في الموقف الأول، تعمرها بمعلومات الموضوع تاع الباك. تز نفس الفقرة وتحطها في الموقف الثاني، تعمرها بمعلومات تاع الدرس. وبالتالي فتجد أن الموقف الأول والموقف الثاني بسيط جدا 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 اعتمادا على عناصر الموقف الفلسفي، وتكون قد أكملت الموقف الأول والموقف الثاني. كملنا العرضة؟ لا، مازال مكملناش. وش بقانا؟ بقانا الموقف الشخصي. جماعة، الموقف الشخصي واللي هو التركيب، في الغالب أحيانا يكون التركيب، يكون التركيب في غالب الأحيان يا جماعة، في غالب الأحيان يكون هناك ما يعرف به التركيب. موقفين هذون راح تركب ما بيناتهم، راح يكملوا بعضهم بعض، رايحين يكملوا بعضهم بعض. معناتها ما نقدوش نستغناو على واحد من الموقفين في هذه المسألة. مثال: الحياة النفسية قد تكون شعورية وقد تكون لا شعورية، معناتها الركب بيناتهم. احنا في حياتنا اليومية نشعر بما نفعل، وفي بعض الحالات جينا حالات لا شعورية، وهذا ما سنتناوله في الدروس إن شاء الله تعالى. وكل درس رايحين نحكوا عليه بشيء من تفصيل البيان جميع الشعب، سواء شعبة أدب فلسفة أو بقية الشعب. إذن التركيب، في بعض الدروس ما نقدرش نديروا التركيب، راح نديروا تغليب، وفي بعض الدروس الأخرى راح نديروا تجاوز، في بعض الدروس الأخرى راح نديروا تجاوز. إذن مثال: على كل حال التغليب والتجاوز نوعا ما خاصين بشعبة الأدب والفلسفة، لأن الشعب العلمية زي اللغات الأجنبية في غالب الأحيان يكون كاين تركيب، ورايحين نتعلموا كيفاش نديروا تركيب بشيء من التفصيل والبيان. في بعض الدروس راح نغلبوا، إذا تركيب نركبوا ما بين موقفين، تغليب نغلبوا موقف على موقف، والتجاوز نحن في اثنين ونجيبوا موقف. مثال: تركيب في أغلب الدروس ديروا تركيب. في التغليب مثال: في درس اللغة والفكر الخاص بشعبة الأدب والفلسفة وشعبة اللغات الأجنبية راح نغلبوا الاتجاه الأحادي على اتجاه الثنائي. وتجاوز مثال: في الأنظمة الاقتصادية نظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي راح نحن في اثنين ونديروا موقف الإسلامي. لكن الشاهد وين يا جماعة؟ الشاهد في الموقف الشخصي راح نديروا تركيب في الغالب، في الغالب كاين بعض الاستثناءات، في بعض الدروس راح نديروا تغليب وتجاوز وراح نتناولوها. أستاذ نعم،
تقدر تعطينا صيغة للتركيب كمثال له كمثال وليست للحفظ. هنا يكي كما الموقف أول موقف ثاني اعتمد على عناصر موقف فلسفي ترجع للسطر وش تقول له؟ وعلى هذا الأساس نقول أن الفصل في القضية المختلف فيها أمر مشروع، وذلك من خلال أن كلا الموقفين يكملان بعضهم البعض ويصبان في قالب واحد. تذكر موقفين هذو لازم تذكرهما، ويستحيل أن نفصل بينهما، وفي حال إذا تم الفصل تكون معارفنا ناقصة غير متلمة النقاط. إذن على حساب الدارس، وهذا ما سنعمل عليه في التطبيقات إن شاء الله تعالى، ولذلك سنحاول أن نسرع في وتيرة نشر الدروس النظرية حتى نتفرغ للتطبيق. ماذا بينا من جونفي وليه رانا قف تطبيق، رانا في التطبيق منتها فليمشمر المشمرون. تفهمين هنا؟ إذن هنا نكون قد أكملنا عرض ماذا؟ الطريقة الجدلية. إذا نعيد على طريق الجدلية، فيها موقف أول موقف ثاني، فيها موقف شخصي. موقف الأول موقف ثاني وليهما الموقفين مختلفين الموجودين في السؤال، وموقف شخصي في غالب الأحيان يكون تركيب كما شرحنا قبل قليل. آخر أمر وعنده نتوقفه، واللي هو ما هو آخر أمر؟ إذن ذكرنا إحنا ذكرنا المقدمة والعرض والخاتمة، ما هو آخر أمر؟ إذن آخر أمر اللي هو الخاتمة. إذا تلاحظوا في المقدمة قبيل أكدت لكم على عنصر ما يسمى بطرح الإشكال أو المشكلة أو السؤال. السؤال هذاك ما نجح نخلوه هكذاك، راح نجاوب عليه في الخاتمة. إذن الخاتمة ما هي الخاتمة؟ هي الإجابة على سؤال المقدمة على حسب الموضوع، لحسب الموضوع. معناته السؤال هذاك لازم تجاوب عليه، لازم تسكر مقالة تاعك، لازم تغلقها. سؤال جاوب عليه، لو كان ما لقاش إجابة راح تروح العلامة. لماذا؟ لأنه في المنهجية قال لك الخاتمة لازم تجاوب على السؤال تاع المقدمة. سؤال سألته هذاك جاوب عليه من خلال الشرح تاعك، من خلال الموقف الأول الموقف الثاني والموقف الشخصي اللي ركبت فيه، أعطيني إجابة. تفهمين هنا يا جماعة؟ الإجابة هذه تكون في الخاتمة، وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول مما سبق شرحه وتعطينا ماذا؟ الإجابة. آخر أمر عنده نتوقف إن شاء الله، واللي هي أسئلة الطريقة الجدلية. أسئلة الطريقة الجدلية وعنده نتوقف. أسئلة الطريقة الجدلية. أول سؤال، في غالب الأحيان تلقاه لفظ هل، تلقاه موقفين في غالب الأحيان، لأنه في المقارنة كاين هل، كاين يحكوا المقارنة شقة. في غالب الأحيان كاين هل كاين أو، مقارنة ممكن فيها هل بصح كاين واحد كلمات يجون بعد في طريقة المقارنة نتناولها، يعني نذكر لكم كلمات ونكتبها. إذا وين تلقاه هل؟ هي طريقة جدلية مبدئية. اثنين، قد يعطيك مقولة يقول لك قيل يعطيك مقولة قيل ماذا يقول لك حلل وناقش. وين تلقى حلل وناقش؟ طريقة جدلية. أو ما رأيك؟ طريقة جدلية. ثالثا، هذا سؤال باين، سؤال ثالث باين، يوش يقول لك ونادرا وين طيح؟ إذا كنت بين موقفين يقول الأول كذا وكذا وكذا، يقول الأول أن حياة نفسية شعورية، يقول الأول أن مفاهيم رياضية عقلية، ويقول الثاني كذا وكذا وكذا، وطلب منك الفصل بينهما، فما عساك فعله؟ فما عساك فعله؟ مش حدير. إذن هذا سؤال كذلك يدل على طريقة الجدلية. إذن وين تلقى هل؟ طريقة جدلية. وين تلقى قيلة؟ والمطلوب حلل وناقش ولا ما رأيك؟ طريقة جدلية. سؤال أخير، إذا كنت بين موقفين يقول الأول كذا وكذا والثاني يقول كذا وكذا، وطلب منك أنت يا تلميذ الفصل بينهما، فما عساك أن تفعل؟ هذه هي أسئلة الطريقة الجدلية. ما هوش رح يخرج من هذه الأسئلة. إلى هنا نكون قد أكملنا الطريقة الجدلية بشيء من التفصيل والبيان. نتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس حتى نبدأ في التطبيق.
انتهت الحصة، حصة قادمة إن شاء الله راح نتناول موضوع آخر إن شاء الله، منهجية أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.